بالعودة إليك أستاذ محمد سعد، إذا ما تحدثنا عن الموقف الروسي الذي أعلن منذ يعني سويعات بيان بأنه يجب أن يكون هناك أرضية مشتركة ما بين الجيش وقوات الدعم السريع، إذن ليس الموقف الأمريكي وحده وليس موقف بعض الدول العربية والإقليمية والاتحاد الإفريقي وحده، نتحدث عن الموقف الروسي الذي كانت تعول عليه السودان بأن يكون ندا وطرفا مضادا للموقف الأمريكي، الآن يخرج بيان ويقول يجب أن تكون هناك أرضية مشتركة للعمل السياسي الواحد ما بين الدعم السريع والجيش السوداني. برأيك هل تخضع في النهاية الدولة السودانية إلى مثل هذا القرار؟ يا أستاذ الفاضل، من الصعب من مكان أن نتحدث كما ذكر ضيفك في الاستوديو أنه يمكن للحروب أن تنتهي بالانتهاء العسكري أو على أرض الواقع من ناحية عسكرية، وهو امر صعب خصوصا في ما يشهده العالم الان من تطور فيما يتعلق بمجال الحروب داخل المدن او ما يسمى مجازا بحرب المدن، بالتحديد اذا كانت هذه الميليشيا او الطرف الاخر من الذي يحارب الحكومه هو طرف مدعوم دوليا ومدعوم اقتصاديا عبر السلاح وعبر الموقف السياسي ايضا. اذا مهما طال الامر لابد للطرفين، لابد للحكومة السودانية وميليشيا الدعم السريع أن تجلس في نهاية الأمر إلى طاولة المفاوضات كي تحسم هذه المعارك. طبيعة المعارك في السودان ما بين الحكومة السودانية وميليشيا الدعم السريع هي طبيعة معارك حرب المدن، هي ليست بحروب تتشابه مع بين جيشين متوازيين بالطرق النمطية التقليدية للحروب، هي حروب تعتمد على الاختباء فيما يتعلق بميليشيا الدعم السريع. هم يختبئون داخل منازل المواطنين، يتخذون من المواطنين دروع بشريه، يسيطروا على الاعيان على المدن على المدن الصغيره على الشوارع على المنازل على هذا. فمن الصعب للجيش ان يتقدم بشكل سريع وان يحسم هذه الحرب من ناحيه عسكريه، بالرغم من تقدم الجيش السوداني على مختلف الأصعدة ومختلف المحاور، إلا أنه في ظني يبقى التفاوض والجلوس للحوار هو الحل الأمثل للخروج من هذه الإشكالية. فيما يتعلق بالبيان الروسي، بالتأكيد لكل بلاد العالم نظرتها المختلفة حول الوضع في السودان، والذي يحكم هذه النظرة للأسف هو المصالح الشخصية التي ترتبط بطبيعة الصراع مع هذه الدول. الطرح الروسي أعتقد أنه طرح يعني مقبول لحد ما، لأنه لا يمكن اللجوء لأي حل آخر سوى التفاوض والجلوس، بشرط تنفيذ مخرجات الحكومة أو طلبات حكومة السودان الخاصة بخروج ميليشيا الدعم السريع من منازل المواطنين من الأعيان المدنية من المناطق المدنية. وإلى الآن وبالرغم من مرور عام على الحرب، إلا أن قوات الدعم السريع أو ميليشيا الدعم السريع لم تتقدم بهذه الخطوة. يعني إذا ما تقدمت الدعم السريع بمثل هذا البند برأيك وحققته، هل من الممكن أن يمثل هذا طاولة أو أرضية خصبة للحوار ما بينه وبين الجيش؟ طبعاً بالتأكيد هو ولكن الجيش هذا يخالف ولكن هذا إذا مختلف قادة الجيش ومختلف قادة إذا ما كنت العسكري إذا ما أنه لا وجود أستاذ محمد، إذا ما قلت نعم فهذا يخالف ما يقوله الجيش نفسه للشروط التي وضعها أستاذ محمد سعد، وهي تتمثل تسمعني أستاذ محمد إذا ما المواطنين في كمبدأ، إذا ما قلت نعم فهذا يخالف ما يقوله الجيش نفسه ويخالف ما يقوله أغلب المتحدثين السياسيين التابعين للدولة السودانية بما في ذلك وزارة خارجيتها، أنه لا يمكن الجلوس مع قوات الدعم السريع حتى ولو نفذت هذه الشروط، لأن قوات الدعم السريع هي ميليشيا متمردة على الدولة ولا يمكن إلا إنهاؤها. كيف ترد على معك الوقت؟ هذا سيد الفاضل هو نوع من التعبئة السياسية والتعبئة الشعبية للسودانيين عموما. معروف أنه لا يمكن أن تنتهي هذه الحرب إلا بالجلوس للتفاوض وفقا لرؤية الحكومة السودانية، وهي الحكومة الشرعية التي تمثل السودان الآن وليس الدعم السريع أو الدول التي تساند الدعم السريع. منادات المسؤولين السودانيين بأنه لا يمكن مجازا الجلوس مع قوات الدعم السريع او مع ميليشيا الدعم السريع في طاوله الحوار، هذا امر في رايي انه مستحيل، لانهم هم نعم ميليشيا، هم تمردوا على الدوله، هم
فعلوا جرائم، فعلوا شنائع في حق الشعب السوداني، ولكن على أرض الواقع لا يمكن حسم هذه المعركة إلا بالجلوس، وإلا سيغرق السودان في مكب الحرب لعشرات السنين، وكثير من الدول في الإقليم والوطن العربي شاهدة عشرات السنين استمرت من الحروب من دون أن يخرج طرف من الأطراف بانتصار واضح. يجب على الحكومة وعلى ميليشيا الدعم السريع أن تتحلى بالصبر والعقل، وأن تنظر إلى مصلحة المواطن السوداني. المواطن السوداني الآن أصبح لاجئ، أصبح متشرد، أصبح نازح، أصبح يعاني من الخدمات، من عدم وجود الخدمات الأساسية للحياة، الكهرباء، المياه، التعليم، الصحة، كثير من حالات الاغتصاب، كثير من التفلتات الأمنية تحدث الآن داخل السودان، والسودان وطن آمن وشعب آمن وشعب مسالم. هذه الأفعال وهذه الأحداث التي تحدث الآن في السودان لا تشبه السودان ولا تشبه السودانيين. طيب،